سيكون حفل الافتتاح يوم 28 دجنبر، يوم جمعة 28 دجنبر 2018. المهرجان هو محطة لإبراز مجموعة من القيم، قيم السلام، قيم المحبة بين الشعوب، مجموعة من مكونات يعني المجتمع الثقافي والجمعوي عبر العالم، تساهم وتشارك في إنجاز هذا المنجز الثقافي الذي نعتبره نحن كبيرا. كل من المجلس الدولي للإبداع، كل من الاتحاد العالمي للشعراء، جمعية الأمل للتنشيط الثقافي، جمعية نجاح بورزازات، جمعية أصدقاء الثقافة والفن بمراكش، سننظم ندوة أكاديمية علمية بمدينة مراكش، سيشارك فيها عدد من الأكاديميين من المغرب ومن خارج المغرب. هذه الندوة تحت عنوان إشكالية التحديث الثقافي بين السيكولوجيا والأدب. عموما ستكون فقرات المهرجان متنوعة، ففيها الشعر، فيها القصة، فيها الرواية، فيها التنمية الذاتية، فيها مجال سيكولوجيا، وفيها أيضا الفرجة كحضور عدد كبير من الفرق التراثية عبر هذه المناطق التي ستزورها القافلة. هناك أيضا زيارة ل يعني المركبات السينمائية بمدينة ورزازات. هناك حفل كورالي وفيه قراءات شعرية بالباخرة بمدينة أكادير، وهناك كرنفال أيضا. سيكون كرنفال ينطلق من ساحة الحارتي حتى المسرح الملكي بمدينة مراكش. هذا الكرنفال سيشارك فيه عدد كبير من الشعراء والمبدعين، والذين سيسيرون جميعا راكبين في الكوتشيات حاملين أعلام دولهم والراية المغربية طبعا. ثم ستكون في مباشرة بعد هذا الكرنفال سيكون حفل الافتتاح بقصر المؤتمرات بالقاعة التابعة للجماعة الحضرية لجليز مدينة مراكش. بونسوار، فتيحة بن قاسم، بريزيدانت دو لورغانيزاسيون اورا عرب دو ليشانج كولتوريل au Maroc, et puis représentante aussi de l'Union internationale de la poésie, et aussi membre du Conseil international de la créativité. Alors, au nom de ce conseil-là, je vous fais part du festival qui aura lieu le 28 décembre et qui va débuter à Marrakech, bien sûr, par des conférences, par des soirées artistiques, par des soirées poétiques et autres, et puis qui va se dérouler aussi à Agadir et puis à Ouarzazate. Alors, dans ce festival grandiose, il y aura un grand nombre de participants qui viendront bien sûr de tous les pays du monde, et qui vont présenter leurs activités artistiques et culturelles. Et puis tous seront là pour un seul but, c'est d'inviter l'humanité à l'amour, à la paix et à la tolérance. Venez nombreux, rejoignez-nous à Marrakech, à Agadir et puis à Ouarzazate. Vous serez très réjouis. لا تنسوش تتابعونا على جميع وسائل التواصل الاجتماعي والاشتراك في القناة والضغط على زر الجرس.